ولمناقشة الوضع الاقتصادي في ظل السياسة المالية المتخبطة للحكومة في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الخبير الاقتصادي السيد عمر الحلبوسي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم وللسيدات والسادة المشاهدون الكرام. سيد عمر، صندوق النقد الدولي يتوقع تحول رصيد الحساب الجاري للعراق إلى سلبي في 2024، كيف يمكن فهم أن يتحول الحساب الجاري إلى خانة السالب؟ هذا يعني أن حساب رصيد الجاري للدولة العراقية سوف يكون مقترض صافي من بقية دول العالم، عجز كبير جدا بسبب أنه يستنزف أكثر مما ينتج، وأن الاستنزاف فيها سوف يضم الاستهلاك المحلي زائد الانفاق الحكومي، هذه كلها مجتمعة سوف تؤدي إلى استنزاف مالي كبير من الحساب الجاري للدولة العراقية، مما يعني أن العراق سوف يتحول إلى خانة السالب كما كان في عام 2020. وإذ تحول حساب العراق إلى الإيجابي في عام 21 وعام 2022، ولكن الحكومة الحالية بسبب سياساتها المتخبطة والمتعمدة أدى ذلك إلى خطورة كبيرة جدا، مما أدى أنشطتها ومن خلال كثير من فقرات الموازنة التي تؤدي إلى استنزاف مالي خطير جدا من احتياطي النقد للبنك المركزي العراقي والحساب الجاري للدولة العراقية، مما يعني أن العراق مقبل على وضع اقتصادي خطير جدا سوف ينذر بكوارث متعددة بسبب هذه السياسات المتخبطة من قبل. نبقى سيد عمر مع صندوق النقد الدولي الذي توقع أيضا انخفاض رصيد الحساب الجاري للعراق خلال العام الحالي. السؤال هنا، أين تذهب عائدات النفط إذا كانت الأرصدة ستنخفض كما تشير التقارير؟ يا سيدي، من يتتبع نشاط البنك المركزي العراقي ومبيعاته اليومية من الدولار سوف يجد الإجابة عليه، إذ أن معدل البيع اليومي للبنك المركزي العراقي أكثر من 200 مليون دولار، أي معدل البيع الأسبوعي يزيد عن المليار دولار، ونحن لا إلى هذا الكم الهائل من المبيعات، علما أن واردات النفط العراقية تحفظ في بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك جي بي مورغان في أمريكا، وتزود الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية العراق ما يحتاجه من الدولار، إذ أن واردات النفط العراقي أغلبها تذهب في مبيعات البنك المركزي العراقي. ولو تتبعنا المفارقة الكبيرة في مبيعات البنك المركزي وقارناها مع الواقع، نجد أن حجم المبيعات لا يتناسب مع سعر الصرف الموازي مع سعر الصرف الحقيقي، إذ أن هناك فرق كبير ما بين سعر الصرف الموازي وسعر الصرف الحقيقي أكثر من 18 نمرة. كذلك أن البنك المركزي يتحجج بأن حجم المبيعات الكبير من الدولار هو بسبب الاستيرادات من الخارج، ولو نزلنا إلى السوق وعملنا مقارنة بسيطة لوجدنا أن هناك تضخم كبير في أسعار المواد، مما يعني أن البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية والمصارف يقومون بعملية تحايل كبيرة على القيود التي فرضها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى استنزاف كبير وخطير في الدولار العراقي بسبب ارتفاع الطلب على الدولار في إيران وعدد من الدول الأخرى. وهنا نثبت جليا بأن الواردات النفط العراقي تذهب بمبيعات الدولار الذي يهرب أغلبه إلى إيران ودول أخرى. نعم، وهذا يثير سؤال آخر، وخاصة أن العراق على أعتاب التصويت أو البرلمان على الموازنة في ظل تقديرات لبيع برميل النفط ب80 دولار تقريبا، وفي نفس الوقت يحذر صندوق النقد الدولي من انخفاض الحساب الجاري للدولة. كيف يمكن أن تدير الحكومة موازنتها، خاصة أن الحكومة تريد أو تتحدث عن موازنة ب3 سنوات في ظل هذا التخبط؟ يا سيدي الفاضل، القائمون على إعداد الموازنة العامة العراقية أخلوا بكل قواعد المالية العامة، إذ أن جميع دول العالم المستقرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا لا يمكنها أن تقر موازنة ثلاثية بسبب الصراعات الكبيرة
الجيوسياسية والصراعات الاقتصادية. فكيف للعراق الذي يشهد صراعات كبيرة جدا، علما أن القائمون على الموازنة أخلوا بالقواعد الأربعة للموازنة العامة، وهي الوحدة والشمول والتوازن وثنوية الموازنة. يضاف إلى ذلك يا سيدي الفاضل الإنفاق التشغيلي الهائل، إذ بلغ الإنفاق التشغيلي أكثر من 150 تريليون دينار عراقي، بينما السوداني كان قد وعد بأنه سوف يرفع الإنفاق الاستثماري أكثر من الإنفاق التشغيلي، لكننا وجدنا أن الإنفاق الاستثماري قد انخفض إلى 47 تريليون دينار عراقي، مما خلق عجزا في الموازنة العراقية بلغ 63 تريليون و275 مليار دينار عراقي، علما أنه أن البنك النقد الدولي كان قد نصح العراق بأنه يقر موازنة على افتراض أن سعر برميل النفط ما بين 60 إلى 63 دولار، لكن وزارة المالية أصرت على أن تضع فقرة بأن سعر برميل النفط سيكون 70 دولارا، وهذا السعر مبالغ به جدا، إذ أن كل المعطيات على الساحة الدولية تشير بأن برميل النفط سوف ينخفض كثيرا، ورأينا في الأيام الماضية كان على حافة 70 وحتى هبط قليلا إلى ما تحت 70 دولارا للبرميل. تمام. سؤال أخير أستاذ عمر، وأتمنى أن تكون الإجابة مختصرة، هل تتوقع في ظل هذا التخبط الذي تعيشه السياسات المالية والاقتصادية في العراق أن تفي الخطة التي رحلت أكثر من ثلثي الموازنة إلى مصروفات تشغيلية أن تقدم استثمارات تستوعب الخريجين وطالبي الوظائف؟ لا يمكن لهذه الحكومة ولا موازنتها العام أن تخلق فرصا جديدة، لأنه في ظل عدم زيادة الأنفاق الاستثماري هذا يعني بأنه لا يمكن خلق فرص جديدة، علم أن هذه الحكومة لا تمتلك أي رؤية مستقبلية لبناء عراق وبناء اقتصاد كبير، لا عن طريق القطاع الخاص ولا عن طريق القطاع العام. ستبقى البطالة منتشرة في العراق وهي بارتفاع كبير جدا بسبب السياسات المتخبطة من قبل هذه الحكومة. أشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي من بغداد السيد عمر الحلبوسي.